أهلا بكم من جديد. أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب أن غزة تعيش كارثة إنسانية وسط انتشار للأمراض المعدية وسوء التغذية خاصة في فئة الأطفال. أضاف الخطيب أن الهلال الأحمر الفلسطيني قام بإنشاء 12 مخيم إيواء في أنحاء قطاع غزة لمساعدة النازحين. من اللحظة اللي بتدخل قطاع غزة تلمس الكارثة الإنسانية اللي بتعيشها رفح ومخيمات الإيواء، قامت الجمعية بإقامة 12 مخيم إيواء وإغاثي في قطاع غزة، ولكن هذا غير كافي. الظروف اللي عاشوها النازحين تحت المطر وفي الشتاء القارس حقيقة مش محتاجة دكتور علشان تنظر في عيون طفل فلسطيني وتعرف أنه هناك سوء تغذية وأن هناك أمراض معدية جلدية ومعوية تصيب هؤلاء الأطفال بل والنازحين كلياتهم. والآن نتحدث عن معركة رفح، هذا حديث عن مجزرة في رفح، هذا حديث عن إبادة جماعية في رفح.